Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مجددا في اليوم الأخير من تصفيات فيفا 21 فوت شامبيون ام جي فيرتك سيريز من نسختها الثانية. أحب أعرفكم على نفسي عبد الرحمن AKA أيدوم كيو كيو. معنا اليوم الضيوف المميزين كما عودناكم، طبعا صناع المحتوى المعلق السابق في قناة الكاس القطرية، وخالد العوفي لاعب نادي النصر السابق. حياكم الله خالد، حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك ويبقيك ومرحبا ومسهلا إن شاء الله بجميع ومنورين جميعا. أهلا عبد الرحمن، أمسي عليك وعلى عبد الرحمن الثاني ومسي على المتواجدين في البث. إن شاء الله يكون يوم ممتع زي يوم أمس. يوم أمس شفنا فيه أشواط إضافية كثير، وإن شاء الله اليوم يكون أمتع من أمس بإذن الله. بإذن الله. طبعا يا شباب رح نبدأ بالتذكير، ولا أقول لكم أنا دائما أبدأ بتذكير البطولة لأني متحمس للبطولة، لكن أمجي لهم حق علينا. رح نبدأ بتذكير العرض الرمضاني، باقي تقريبا 6 أيام وينتهي يا شباب. لا يفوتكم عرض أمجي الرمضاني اللي يقول الضريبة عليهم قسيمة شرائية تصل إلى 2000 ريال، سنتين صيانة مجانية و30 ألف كيلو، 6 سنوات المساعدة على الطريق، والعرض الأكبر في المنطقة 6 سنوات ضمان أو 200 ألف كيلو. بخصوص هذا العرض عليه سؤال عندنا في الحساب في تويتر، سحب سيارة MG5 يعني قيمتها أكثر من 50 ألف ريال، والسحب مجاني للجميع. كل اللي عليك تسويه تروح أوكي كومودو، دائما ما شاء الله تبارك الله مشعل الكومودو، حط الحساب في الشات. كل اللي عليك تخش حساب تويتر وتشوف التغريدة المثبتة، في 4 شروط تسوي الشروط وأنت معانا في السحب. طبعا السحب راح يكون بعد بكرة، خلاص قربت البطولة من النهاية وقرب السحب من سعيد الحظ اللي راح يكون الفائز بالسيارة. طبعا عندنا سؤال يومي، نذكركم سؤال يومي في البث عليه $50 من المتجر اللي انت تختاره. طبعا راح نبدأ دائما وابدا بالسؤال اليومي. نروح للسؤال يا شباب، نروح يلا ليتس جو. سؤال اليوم يقول، خلينا نشوف ايش يقول سؤال اليوم. طبعا الاجابات يا شباب مو الان، الاجابات مو الان، بس عشان تسوي سكان الكيو ار كود. احد المميزات المتوفرة في سيارة ام جي 5 اللي عليها السحب هي امكانية توصيل الهواتف الذكية بالسيارة من خلال 1 ابل كار بلاي، 2 اندرويد اوتو، 3 ابل كار بلاي واندرويد اوتو. كل اللي عليك تسويه اليوم، ما في تسريب، انا اليوم راح يعني اكد على الشباب انه ما في تسريب، خلاص هذا اخر يوم في التصفيات من لعبة فيفا. فكل اللي عليك تسويه سكان للكيو ار كود في القسم، شوف انا اكثر من كذا ما اقدر اسرب، قسم التكنولوجيا راح تلاقي الاجابة دايركت، راح تلاقي الإجابة دايركت عندك في قسم التكنولوجيا. تسوي سكان للآن، لا بندروزة لا تضبطهم، بندروزة معنا شات بندروزة لو سمح، تسوي سكان للكيو آر كود وشوف الإجابة. الآن يا شباب نروح لتذكير البطولة ونرجع للآن استوديو. أعتقد الشباب جاهزين، باقي الشير بلاي. بس في هذه الأثناء أذكر بالمتأهلين، عندنا 12 متأهل إلى النهائيات يوم الخميس. أولهم كان ما شاء الله تبارك الله عبد المجيد عبد الله، 2 أسامة بن خميس، 3 عمار سيد، 4 خالد الشمري، 5 محمد العزي، 6 تركي محبوب، 7 عبد العزيز آشي، 8 أنس الأسمري، 9 زايد أحمد كان معنا أيضا على البث يوم أمس، و10 سلطان الجهني، 11 عبد الله فيصل، و12 يوسف اليامي. كل التحية لهم، ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك وصولكم للنهايات. واليوم راح يكون معنا 4 فائزين أيضا، واحد معنا على البث و3 أوف ستريم. اليوم السيمي فاينل حيكون مولع يا شباب، طبعا طريق الشباب في البطولة جدا مولع. السيمي فاينل الأول راح يكون بين اللاعب عبد اللطيف واللاعب عادل العنزي، راح أعطيكم طريقهم في البطولة بشكل سريع عشان يقدر خالد ودي ماكس يتكلموا عن أعتقد أو يتوقع مستوياتهم. اللاعب الأول المخيف جدا صراحة عادل العنزي، عادل العنزي طريقه البطولة كان أعتقد جدا جدا سهل. الجيم اللي قبل هذا أو جيم الكوارتر فاينل 8-0، جيم ثمن النهائي 8-0، الجيم اللي قبله انسحاب للخصم والجيم اللي قبله انسحاب للخصم. بينما الطرف الآخر اللي هو عبد اللطيف كيف وصل للنهائي للسيمي فاينل عفوا، الجيم اللي قبل هذا 5-2، ثمن النهائي 5-3، الجيم اللي قبله انسحاب للخصم، والجيم الأول 5-1، 3 مباريات لعبها، بينما اللاعب عادل لعب مباراتين. طبعا عندكم المايك دي ماكس خالد، اعطونا توقعاتكم لهذه المباراة. الأمانة أرقام كبيرة العادل لما تتكلم عن 8-2 في مبارتين، ولو أنه حالة في الحظ آخر مبارتين أنه الخصم كان يعني غير موجود أو انسحب الخصم، كذلك الوضع متقارب شوي بالنسبة لخصم عبداللطيف. عبداللطيف عنده 3 خمسات لكن ما كانت يعني خلينا نقول نظيفة، كلها كانت تقريبا 5-2 5-3 وبرضو 5-1. أتوقع ممكن بناء على الثمانيتين الكل راح يميل للطرف الطرف عادل، ولكن ما اتوقع يعني انه راح يكون عبد اللطيف خصم سهل، ولا لا يا خالد؟ المباراه اكيد بيكون فيها اهداف كثير، يعني خمسات هنا وثمانيات هناك، في اهداف. الاثنين واضح ان عندهم قوه هجوميه، نص النهائي تفوز في المباراة يعني ما ربع النهائي ودور 16 تفوز فيهم 8، وبالنسبة لعبد اللطيف يفوز 5، يعني شيء ترى شيء مو بسهل. الشيء الكويس من ناحية عادل انه قاعد يفوز على الصفر، وهذا الشيء يوضح ان دفاعه ترى جدا جدا ممتاز، يعني تسجيل الاهداف مو مرة صعب.
انك تسجل هدف فيفا 21، يعني راح تقدر تسجل هدف هدفين، فانك تكمل مباراتين بدون ما يتسجل عليك ولا هدف هذا شيء كويس. هذا الشيء راح يشكل مشكله نفسيه بالنسبه لعبد اللطيف، انه انا راح العب ضد واحد هجومه قوي سجل 8 اهداف وبنفس الوقت دفاعه قوي ما تسجل عليه ولا هدف. لكن زي ما قال عبد الرحمن ما ما ما, ما راح تكون يعني يعني من الان ان نجزم 100% انه مثلا عادل خلاص ضامن التاهل، لا ما اكيد انه عبد اللطيف محضر شيء العادل. طبعا يا شباب اعتقد عندنا مشكله في الشير بلاي، انا ماني بس اتمنى الكوماند سنتر ياكد لي اذا كان في مشكله في الشير بلاي من عند اللاعب عبد اللطيف، عشان صراحه نبغى نبدا الجيم الحماس مليون. ايش اللي صاير الان؟ يقول لي المشكله من عندي، اتمنى الايضاح. طبعا في السيمي فاينل الثاني راح يكون بين عبد الرحمن العنزي ومحمد عمرو، خلينا ناخذ طريقهم عبال ما نشوف ايش المشكله في الشير بلاي. اعتقد كان برضو طريق محمد عمرو كان طريق اعتقد نوعا ما سهل، لا والله خالفني الظن. الجيم اللي قبل هذا كان 2-1 لمحمد عمرو، الجيم اللي قبله انسحاب للخصم، الجيم اللي قبله انسحاب للخصم، والجيم الاول 5-2 بينما اللاعب الثاني عبد الرحمن العنزي واعتقد اشك انه يقرب للاعب عادل. خلينا نشوف كيف كان طريقه في البطوله. 2-1 في دور ربع النهائي، ثم النهائي انسحاب للخصم، وفي الدور اللي قبله انسحاب للخصم، الدور الاول 8-2. رايكم يا شباب؟ الانسحابات كثيره، انسحابات كثيره يعني ما تقدر تجزم بنسبه 100% وعلى مستوى واحد منهم. اذا في انسحابات كثيره خلينا نقول كانوا محظوظين بالطريق والطريق كان مفروش لهم. لازم كذا نشوف مستويات، لازم نشوف الشوط الاول اول 20 دقيقه 30 دقيقه من اللعب عشان نحكم بنسبه 100%. فعلا زي ما قال خالد دوم، الانسحاب انا قاعد اشوفه متكرر كثير من او في طريق اغلب اللاعبين، ولكن اتوقع ممكن النتيجه صعب انه نحكم فيها او نجزم فيها الين نشوف على ارضيه الميدان ونحكم بناء على اللعب اللي راح نشوفه. طبعا يا شباب ماني عارف ايش المشكله، اللي يقول اللاعب عبد اللطيف انه بيفك شير بلاي ومو قادر. طب اتمنى استضافه اللاعب الثاني عادل العنزي، او ممكن نروح للسيمي فاينل الثاني. انا متاكد انه الشباب متحمسين في البث. سيمي فاينل الثاني انا اشجع دوم بالدم. سي مايند طبعا كل التحيه للموجودين بندروزا، سي مايند كل الموجودين في الشات يعطيكم العافيه، شكرا على تواجدكم ولو انكم ما تلعبون فيفا انا عارف، لكن تواجدكم للدعم دائما ودعم فيرتكس يعطيكم العافيه جميعا فردا فردا. الان الكوماند سنتر لاول مره نعاين الاضرار الصراحه على البث مباشره، ماني عارف ايش المشكله اللي صايره. اتمنى يكون الان اللاعب عادل يدخل. طبعا خالد اول مره يشوف هذه المشاكل، اعتقد عبد الرحمن اول مره يشوف هذه المشاكل. هذه المشاكل كانت تواجهنا بشكل كبير جدا في لعبه كول اوف ديوتي، لكن الحمد لله فيفا كانت الامور سمود حتى اليوم، يعني كانهم حاسين حتى في بطولات فيفا الرسمية ترى تصير هذه المشاكل كثير. يعني ما هو بالنهاية هذا أنت تعتمد على طريقة الأونلاين، يعني لازم تحط في بالك أنه راح تصير مشاكل زي كذا، وبالعكس تستغرب إذا ما صار شيء زي كذا. يعني بطولات فيفا الرسمية اللي هي الرسمية اللي هي تسويها تصير فيها أسوأ من المشاكل ذي بعد. طيب طمنتنا صراحة خالد، يعني الحمد لله، لكن أنا كنت متعود على الموضوع يكون سمود دائما، يعني في أول 4 أو 3 أيام عفوا كان الموضوع مرة ما يأخذ وقت، وهو شير بلاي جاء الان من عادل الحمد لله. طبعا اول مره يصير هذه المشكله، ونعتذر عنها يا شباب مو بيدنا زي ما سمعتوا من خالد، اعتقد تصير في حتى EA themselves. فندخل الان على شير بلاي، خلاص متحمسين للجيم، متحمس اسمع التعليق الصراحه، ولو انه راح حاب انوه انه الشباب اليوم شوي اعتقد داون عشان المرنجي كان يعاين الاضرار، خرج من البطوله، لكن ان شاء الله يمتعونا، وخلي المرنجي على جنب. اليوم عندنا السيمي فاينل مولع جدا. اليكم المايك خالد دي ماكس، انا كذا تنحى واسيب لكم الجيم بلاي والمايك. حبيبي والله يا دوم انت الاصل طال عمرك، وان شاء الله انه نحاول نعوض الخساره اللي صارت بالتعليق ان شاء الله داخل الملعب، ونشوف ان شاء الله مباريات اليوم تنسينا في العك الكروي اللي شفناه في مباراه الريال وتشيلسي. نتكلم عن الريكورد كالعادة يا خالد، أنا يمكن أزعجتك وزعجت اللي يتابعون بالريكورد، ولكن بما أنه عبد اللطيف الآن اللي عطانا الشير بلاي شفت الريكورد. لا 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 بس عادل عادل عبد اللطيف ولا عادل؟ عادل عادل أوكي عادل اللي عطانا الشير بلاي 2400 تقريبا، 2395 قول 2400 مقابل 730 خسارة و80 تعادل، الريكورد عينك عليه يا خالد.
انا اللي متعجب منه مو نسبه الفوز ونسبه الخساره وعدد القيام اللي فاز عدد القيام اللي هزمها، لا اللي متعجب منه انه لاعب اكثر من 3000 مباراه بهذا الجزء. 3000 فعلا، يعني انا كبير. اكثر شيء ممكن اوصل له يعني بالجزء الواحد ممكن ترى 1400 1500، هذا اذا انا مره حركت اللعبه يعني، هذا متجاوزني مرتين. فما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شيء مو طبيعي. طبعا نسبة الفوز والخسارة عنده جدا جدا ممتازة، متأكد تماما من انه جايب 27 على الاقل مرة، اكثر من مرة يعني 27 هذه اذا ما جاب اكثر طبعا يعني. يعني خلنا نقول انه عندنا واحد مصنف، انا اتوقع كذا، انا اتوقع كذا انه خالد جايب 27 قبل، وممكن يعني اللعب بالتصفيات، فهو يعني عارف وضع البطولات. اللي مستغرب منه حاليا هو الكيمستري، انا ما ادري هل هذا التشكيل اللي راح يلعب فيها ولا لا، لكن الكيمستري 90 وهذا الشيء عدل واضح انه انتبه. لا فعلا انا لاحظت كذلك تشكيله جامده مره يا خالد بالنسبه لتشكيله عادل، وهذه هي قدامنا يا خالد، تشكيله تخوف جدا. أيه. يعني تخوف، انا شايف عنده اوزيبيو، وشايف عنده بوشكاش اذا ما خبرني، وشايف اسماء جدا كبيره يا خالد، عنده العناصر اللي تساعدك للفوز. حتى لما ما نعرف وش تشكيله عبد اللطيف وش اللاعبين اللي مختارهم يلعب فيهم، لكن بحكم النتائج اللي سمعناها 8-0 8-0 5-2 راح نشوف اهداف يا دحمي، راح نشوف اهداف يعني ما راح تكون يعني مباراه مثلا استحواذ او شيء زي كذا، ما اعتقد انها راح تكون يعني الغالب عليها الاستحواذ، لا راح نشوف هجمات وممكن حتى نشوف رتم سريع، لكن لازم يكون بعض الاتصال ممتاز يعني. ان شاء الله الاتصال يكون بينهم كويس ونستمتع سوا، وهم يستمتعون والمتابعين يستمتعون والكل يستمتع. فعلا زي ما ذكرت يا خالد، انا اتوقع انه راح تكون مباراه مليئه بالاهداف، وراح تكون مباراه يعني نار وشرار ان شاء الله في حال ما اذا دخلنا على الجيم. لكن اوكي، اتوقع ان عبد اللطيف جاء، البنج فعلا قدامنا الحمد لله ضبطت الامور، والبنج برضو تمام يا خالد، وامس شفنا يعني البنج كان نازل في مباراه اتوقع احمد اذا ما خاب ظني، ولكن الامور تمام، باقي الاكس بس من عبد اللطيف ان شاء الله عشان ندخل الملحمه الكرويه الممتعه باذن الله. نعم، عبد اللطيف غير الخطه ولازم ينتبه انه غير، لا يبدا المباراه بهذه التشكيله، ما اعتقد انها رجع فعلا. يب قاعد يسمع كلامك يا خالد وغير فعلا تشكيله، لكن لسه الحكم على اللعب يا خالد، الحكم بارضيه الميدان ان شاء الله ما نقدر يعني، هو انطباع مبدئي يعني، من النتائج ناخذ انطباع مبدئي، مستحيل انه نحكم عليه، لكن نستنى اول 30 دقيقه نشوف اسلوب الطرفين، نشوف اذا احد بيكتسح، حتى لو واحد منهم تقدم زي ما شفنا امس في مباريات رجعوا فيها ريمونتادا، فلس اللي حنا متاكدين منه في المباراه هذه اللي قدامنا يا خالد اذا توافقني الراي انه راح تكون نتيجه عريضه. اعتقد في اهداف يعني في اهداف كثيره راح نشوفها، ممكن 4 اهداف على الاقل 5 اهداف من الطرف الثاني، وهذا تقريبا اللي الكل ينتظره، يقول لك كره القدم ما تحل الا باهدافها خالد. صحيح يعني، صح يعني احنا المحترفين بكل امانه يعني، انا اقول لك لما اروح مثلا العب بطوله اخر شيء افكر فيه انه والله امتع المشاهدين، هذا انا اخر بالنهايه انا رايح العب بطوله وراح يعني انافس على جائزه وبحاول انه اوصل مكان بعيد، فدائما ما يهمني يعني اني العب بمتعه بقدر ما انا يعني احاول انه العب اللعب اللي يفوزني، لكن زي ما قلت انا كمشاهد حاليا بصراحه اتمنى ان اشوف مباراه ممتعه، مباراه انا اتوقع مباراة. خالد وابى ابشرك انه ان شاء الله راح نرى في المباريات هذه اهداف كثيره. خالد امس تكلمنا على الكاميرا والكاميرات وامور الكاميرات والكاميرا البث الحي وكذلك الجلوبال، قاعد نشوف الكاميرا قاعد يلعب فيها الان اللاعب عادل، توضح انه عادل من نوع المستحوذ اللي يلعب على الاستحواذ، لكن كرة خطيرة كانت من بامبي وذهبت إلى ضربة ركنية الآن أمامنا، بس خلينا نشوف الهجمة ونرجع لك خالد، لأنه واضح أنه عادل بادي المباراة متحمس، بادي بنار وشارة مثايوس إلى لوكشو مبامبي كنت حاس أنا يا خالد، مبامبي يسجل الهدف الأول مبكرا خالد، من البداية دخل على الثقيل
عادل داخل حامي، داخل حامي يا دحمي بصراحة، يعني واضح من الهجمة الأولى اللي حتى ما سجلها وراحت ركنية أنه يعرف يستخدم مهارات جدا جدا مفيدة بهذا الجزء، يسوي مهارة ويكنسلها، يسوي بالبداية الكروكيتا حقت انيستا المعروفة وكنسلها، بعدين سوى البريدج وخلاص يعني جاء قدام الباب وسجل هدف سهل. عادل يلعب بخمسة ثلاثة اثنين مع انه يقدم الاظهرة، يعني في الحالة الهجومية تصير ثلاثة خمسة اثنين، بالحالة الدفاعية يرجعون الاظهرة وتصير خمسة ثلاثة اثنين. هذا من افضل الخطط حاليا بالموسم هذا وبالجزء هذا الفيفا 21. إذا كنت متمكن منها راح تكون يعني خصم غثيث من الآخر، حتكون خصم غثيث وصعب جدا إنه يتسجل عليك هدف. فعلا يا خالد، أتوقع من اللي شفناه الآن عادل داخل بلعب مباشر على طول على المرمى، ما في فلسفة. أتوقع إنه راح تكون في ردة فعل من عبد اللطيف يا خالد، وعبد اللطيف برضو يمتلك المبام قدامنا ورونالدو، هذه الهجمة اللي الآن أمامنا يرجع للخلف عند ريناتو سانشيز اللي كذلك تكلمنا عنها أمس، وراح نرجع نتكلم عنه. برونو فرنانديز ككرت 96 لتشكيلة الموسم، رأيك فيها خالد؟ جدا جدا ممتاز، من افضل الكروت اللي يعتبر كمحور هجومي، يعني ممكن حتى افضل من خلت، افضل من ايقونات كثير، جدا جدا مفيد. بعد الهجمه ذي يا ساتر، بعد الهجمه لكن راحت خالد. كل كوره نشوفها العادل بهجمه خطيره، كل كوره العادل بهجمه خطيره. انا عجبني بعادل دحمي ان المهارات اللي يستخدمها مو المهارات اللي تستخدمها عشان تستعرض فيها، لا، المهارات اللي تكون لك مفيده في الملعب، هذا اللي عجبني حتى الان بعادل. ما انا قاعد اشوف انه حاول يستعرض، لا، يعرف متى يسوي هذه المهاره ويعرف متى وقتها كيف تنفيذها، ما يسوي يعني مهاره ثانيه، يعني ما يسوي الا المهاره يا خالد اللي من شانها انها تفيده. بالضبط، المهاره اللي يحتاجها والمهاره اللي تساعده تسجيل الهدف. فعلا عادل للأمانة بناء على الثمانيتين اللي سجلهم في مباراة الدور 32 كذلك دور 16، 8-0 المباراة الأولى، 8-0 المباراة الثانية، وانسحاب في الربع للخصم ودور 16 كذلك، أتوقع ما جت من فراغ خالد. صحيح، واضح واضح حتى الآن، ما شاء الله تبارك الرحمن عادل يعني متسيد على المباراة 20 دقيقة حاليا، يعني مع أن حتى من المفترض أن نشوف قوة هجومية من عبد اللطيف. بالنهاية عبد اللطيف يعني فاز بثلاث مباريات خمسة، يعني مو 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 فعلاً. مو مو اللي تقول انه هجومه سيء، واضح انه يقدر يسجل ويعرف يسجل، لكن هو ايش المشكلة؟ فيها جول خالد، لكن لحسن الحظ الحارس انقذ عبد اللطيف من الهدف الثاني اللي لو دخل لربما دخل في دوامة عبد اللطيف، داخ ممكن اثر عليه بدرجة كبيرة، لكن لحسن الحظ انه الحارس وقف معه باللقطة الماضية. صحيح، وانا اقول انه عبد اللطيف خش دوامه من الان، يعني ترى اسوء شيء ممكن يصير لك ضد اي شخص يلعب ضدك بخمسة دفاع انه هو يتقدم عليك، هذا اسوء شيء ممكن يصير لك. لانه اذا ما تقدم عليك حلها خالد، الحل انه خلاص تلعب 4-12-12، يعني انا شايف حاليا عبد اللطيف قاعد يلعب ب 4-4-2، انا لو مكانه راح اغير ل 4-4-12، ولو انه الوقت مبكر شويه خالد، هو الحل الوحيد. يعني انت بالنهايه راح تلعب ضد خمسه دفاع، هذا بالنسبه لي الحل، هي الخطه المضاده، هي الخطه المضاده اللي دائما انا العبها ضد الناس اللي يلعبون بخمسه دفاع. فعلا تشكيله الخمسه دفاع، وشفنا تشيلسي اليوم بالخمسه دفاع ايش سوى، تشكيله بين قوسين تغث شوي الخمسه دفاع، لكن على قولتك يا خالد بالاول والاخير اللي يجي هنا يبغى يفوز ولا عليه من اللو جول برونو فرنانديز. تكلمنا عن الكرت قبل شوي خالد، برونو فرنانديز ما شاء الله هجوميا دفاعيا تمركز تسديد كل شيء كامل والكامل، الله، لاعب من اقوى اللاعبين هذه السنه كمحور هجومي، يفيدك هجوميا يفيدك دفاعيا، تقدر تستفيد منه بكل شيء، يعني ما يغطي عليك اشياء كثيره، خصوصا بخطة مثل 5-3-2، إذا أنت تعطي واحد من المحاور اللي هو اللاعبين الوسط اللي هو زي برونو إنه يقدم معاك بالهجمات، أنت حتستفيد منه هجوميا بشكل مو طبيعي. بصراحة يعني أنا عجبني بالهدف التنويع، يعني شفنا الهدف الأول دحمي إنه العادل سجل عن طريق مهارة، الهدف الثاني لا، تيكي تاك، تمريرات عادية إلين ما دخلها بين المدافعين وانفرد بالحارس وسجل هدف. فالتنويع اللي قاعد يسويه عادل قاعد يوضح لنا إنه لاعب على مستوى عالي، وأنا قلت لك يعني واحد ما شاء الله تبارك الرحمن لاعب 3000 مباراة من خلال الريكورد، أنا قلت لك إنه أكيد قاعد إنه لاعب تصفيات، هذا الشيء أنا متأكد منه.
فاللي قاعدين نشوفه حاليا يعني شيء طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن. فعلا الهدفين اللي الان امامنا قليه كذا اللي في الشوط الاول عند عادل، والتمركز خالد اكون صريح معك عاجبني تمركز لاعبين عادل، يعني كل لاعب واقف في المكان الصح حرفيا هجوميا دفاعيا، وهذه اللقطه ممكن راح تثبت الكلام هذا خالد. صحيح، وهو اللي مسويه انه مخلي الاظهره يقدمون بالهجمات، اثنين من الوسط يقدمون بالهجمات، بالحاله الدفاعيه باي هجمه مرتده عليه يكونون في اربعه جالسين ورا يستنون الهجمه، يقولوا للهجمه مرتده تعالوا انتم بس وما عليكم تعالوا. بالحاله الهجوميه فعلا يعني ايه، وبالحاله الهجوميه يكونوا سته لاعبين قدام، ما يعني صعب 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 جدا انك تلعب ضد واحد يكون متمكن بخطة 5-3-2 زي عادل، راح تنغث بصراحة، راح تنغث وراح يكون التسجيل مهمة جدا جدا صعب. وغير الخطة كذلك ما شاء الله عناصر قوية جدا وكبيرة، لكن مع المباب مش حتقدر تغمض عينيك، لكن الكهرة مرت من خط الدفاع ونهاية الشوط الأول خالد على نتيجة 2-0 العادل. تحليل بسيط سريع خفيف يا خالد للي شفناه بالشوط الأول. اللي شفناه بالشوط الأول هو سيطرة من عادل، وكان أفضل، وصراحة نتيجة جدا طبيعية، وعبد اللطيف يعني كان محظوظ إنه ما زادت عن 2-0. اللي المفروض يسويه حاليا عبد اللطيف زي أنا ما قلت إنه يلعب 4-12-12، يلعب خطة يكون فيه أو على الأقل إنه يحاول يهاجم بأكبر قدر ممكن من اللاعبين، يفك الأظهرة بأي شيء يسويه، اللهم إنه لازم الآن يهاجم، هي بالنهاية بقي لك 45 دقيقة، سواء فزت انهزمت ب2-0 انهزمت 3-0 4-0 ما راح تفرق، انت بالنهايه انهزمت، فاللي عليه انه يحاول انه يرجع. بالمقابل عادل شوف زيدان عنده خالد، شوف الاحتياط الان امامك نيمار زيدان، في اسماء كبيره عنده. صحيح، انا بس انه نتاكد منشوف انه هل زيدان يعني اعاره ولا اللاعب يقدر يلعبه، وانا ماني عارف حتى الان، وماني عارف حتى شروط البطوله اذا مسموح للاعبين الاعاره ولا لا، لكن انه تخيل انه يكون عندك احتياط زيدان 94 يعني، بس مو هذا الغريب الموضوع يعني، لكن اللي لعب 3000 مباراه خالد صحيح، اللي لعب 3000 مباراه يجيبه يجيبه بالراحه يجيبه بالراحه. امامنا خروج لبوشكاش ودخول لنيرس، تبديل ممكن يكون شوي غريب من عادل ولا لا يا خالد؟ ممكن يبغى يجدد، يبغى يحاول انه يجدد اللياقه عند اللاعبين بحيث يعطونك بعض الاحيان انطلاقات وثرو، تحتاج بعض الأحيان ثرو بول أو بكرة بينية تنطلق معاه بمثلث، يعني يفيد ممكن له فلسفة من هذا التبديل فعلا. لكن خالد اللي لعب 3000 مباراة ما شاء الله تبارك الله عارف إيش قاعد يسوي، ومستحيل أنه يعني دخل اللاعب عبث. عموما خالد، هل من عودة في المباراة لعبد اللطيف؟ محتملة لكن مش متوقعة بصراحة، يعني حتى الآن قاعدين نشوف إنه أتوقع عادل يعني مع مرور الوقت راح يسجل هدف زيادة أو هدفين. فعلاً الأمانة عادل الثقة اللي قاعد يلعب فيها تخلي الواحد حتى وإن يعني حب شوي يعطي المباراة جو أكشن، ما أدري يعني عادل تحس إنه متمكن أكثر، مستحوذ فعلاً المساحات اللي كنا نتكلم عليها. والهدف الثالث لمبامبي، نقول ماتت المباراة من طرف عادل خلاص. هو ليش المشكلة الحين يا دحمي؟ المشكلة مو إنه عبد اللطيف إنه ما يقدر يسجل، لا، المشكلة إنه عبد اللطيف ما راح يقدر يمنع عادل من التسجيل زيادة، هذه المشكلة الأكبر اللي حالياً يواجهها عبد اللطيف. هذا يعني انت بالنهايه حاليا اذا انت تبغى تسجل هدف لازم تبالغ هجوميا، معناته راح تترك مساحات دفاعيا وراح يتسجل عليك هدف زياده، فلازم يكون محظوظ جدا عبد اللطيف عشان يرجع بالمباراه، وهذا الشيء جدا صعبه خالد، صعبه مره. عموما النتيجه 3-0 للتذكير عادل العنزي، واللي كان خطه تقريبا مفروش بالماء والورود، وما انفرش من فراغ، هو اللي فرش نفسه الورود بالثمانية الأولى والثمانية الثانية في دور 32، والأمور سالكة ورايحة لك يا خالد، أو عفوا يا عادل، خلاص على كيفك المباراة يا عادل، تسيرها زي ما تبغى. لكن قاعد أشوف من التكتيك والتشكيل اللي الآن اللي أمامنا عبد اللطيف، خالد لو توافقني الرأي، عبد اللطيف قاعد يلعب بهجوم أكبر، قاعد أشوف لاعبين عبد اللطيف متقدمين لقدام بشكل مبالغ فيه يمكن.
هو هذا الشيء المفروض يسويه حاليا. غير الأربعة 12 زي أنا ما قلت، غير الأربعة 12 فوق هذا حاط ضغط. يعني نشوف حاليا أنه ممكن أن يسوي خطورة بعكس الشوط الأول اللي ما شفنا إلا هجمة واحدة، لكن يمكن يعني ينكوي بمرتدات مثل هذه. خالد هو أنت لازم تخاطر يا دحمي، لازم تخاطر. هذه خلاص نقول انتهت خلاص. الهدف الرابع الآن أمامنا، وجواو كانسيلو ينجح بتسجيل الهدف الرابع. ومعلومة بس من الشات ناخذها، ممنوع الإعارات خالد يقولون، لكن خروج الحارس في اللقطة هذه خالد كنا قال خلاص يا رجال ما هي فارقة ولا غلطة. هو لا 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 اتوقع يعني عبد اللطيف حاول انه يباغته، بحيث اتوقع انه عادل يلعب مثلث ويقدم الحارس والحارس يطلعها. يعني بمثل هذه الأوقات لازم تسوي شيء زي كذا دحمي. يعني انت بالنهاية لازم تخاطر بهذا الوقت، انت لازم تخاطر. بدون مخاطرة انت ما راح ترجع بالمباراة، ما باقي لها 25 دقيقة. اذا ما خاطرت الان متى راح تخاطر؟ صحيح، ولذلك خاطر واتوقع انكوة. اي هو الغالب اللي راح يصير زي كذا. يعني نسبة ان المخاطرة تنجح قليلة جدا، ولا ما سموها مخاطرة. فعلا بامبي رجع قدم الحارس، كأنه عبد اللطيف الان في حاله من هذه اول مهاره تقريبا خالد نشوفها يعني من عادل، غريبه شوي. 4-0 حاول انه يسوي فليك، احنا نسميها فليك، يرفعها بطريقه استعراضيه. بالنهايه 4-0 من حقه يسوي اللي يبغى حاليا، سلطن بالمباراه. و4 0 لعب مستوى ونتيجه بصراحه. يعني حاليا يعني مع كامل الاحترام اللي شفناه اللي شفته امس، مع انهم كان مستوياتهم جدا ممتازه، لكن اشوف حتى الان افضل مستوى انا شفته حاليا هو مستوى عادل. وانصحك تشوف عبد المجيد يا خالد اللي كان معنا في اليوم الاول، شيء خيالي برضو يا خالد. لكن الاكيد خالد انه بكره راح يصير في شو اسمه نار وشرار، طحن بالعربي، طحن بكرة. ما طحن، ما في، ما عاد فيه خلاص بكرة الأدوار النهائية، ما عاد فيه أدوار إقصاء شو اسمه الأدوار المؤهلة إنك تقابل خصوم سهلين. لا، كل اللي واصلين بكرة مروا بكرة اللي واصلين بكرة مروا بمشوار صعب، كلهم مستوياتهم جدا جامدة. ما عاد في انسحابات، ما أتوقع نشوف في انسحابات. لا، لازم توصل بعرق جبينك بكرة فعلا. خليني اخذ سؤال شاطح شوي برا المباراة، برا الوضع كله. خالد قاعد اشوف التحديد اللي في الملعب باللون الوردي وما في لا ثلج ولا شيء، شو السالفة خالد؟ زينة، بعض اللاعبين يحبون يزينون الملعب زي ما انت عارف، يعني يغيرون لون الشبك، يغير لون هذا. انا بالنسبة لي والله ما احب اسوي الاشياء ذي، والعب اللعب طبيعي. هو لعب 3000 مباراة خالد، قال خلني يا ولد من بس اغير طفش. ما هو لاعب كثير 3000 مباراة كم ساعة ذي، قال خلني اغير شوي، خل الملعب يتغير شوي علي. ها عموما خالد الامانة عادل ما شاء الله تبارك الله الان مسجل الرابع ولعل الخامس في الطريق. هدف جميل، وخلى عبد اللطيف يسجل له، قال له عبد اللطيف تك انا سجلت 4 يعني عادل طفش، فاهم؟ طفش من كثر ما هو يسجل الاهداف، قال خلي الخصم يسجل لي الحين. لا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مستوى ونتيجه وما تسجل فيه ولا هدف حتى الان. ترى شو وضعه يا خالد؟ عبد اللطيف باعها زي ما تقول، باعها ما عاد فيه، باعها بريال. فعلا عبد اللطيف قاعد يطلع الحارس في لقطات كثيره، وكانه عبد اللطيف اتوقع خالد بعد الهدف الثالث خلاص ما عاد شفنا حتى خطوره، حتى يعني محاولات خلاص عبد اللطيف بعد ضاع بعد واللقطه هذه تمثل السادس. لا تكفى السادس، وثقلت يا خالد، ثقيله الحين. والله يبدو لي ان عادل ما يفرق بين مباراه بدايه البطوله نص نهائي وممكن حتى نشوفها بالنهاية. يعني عادل قاعد يحط نفسه كمرشح للبطولة بصراحة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. متمكن دحمي، متمكن من الخمسة دفاع بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هجوميا دفاعيا لو تلاحظ، يعني اول شيء الارقام تتكلم، الارقام مو لو تلاحظ اللعب، الارقام تتكلم انه الى نص النهائي مسجل حتى كام 8-8 والان 6، هذه تقريبا 22. ونتكلم على ثلاث مباريات خالد، ولا هدف تسجل عليه، ولا هدف. فعلا دفاعيا هجوميا الولد متمكن، وهذا اللي اتكلم عنه. لما نتكلم عن النتيجة 22 هدف مقابل 0 هدف مرماه في ظرف 3 مباريات اللي لعبها، نتيجة يعني تخوف.
لا يعني ما يحتاج انك تمدح اللعب، انت بس تطالع بالارقام وتعرف ان الولد ما شاء الله تبارك الرحمن عليه متمكن من اللعبه. انا اقول عبد اللطيف خالد يمكن احد داعي عليه عشان يجي خصمه كذا في النصف، الله يعينه والله. ما كان محظوظ يعني والله، حتى احنا في مثلا بعض البطولات اللي برا نحاول ان نقول ان شاء الله ما نجي ضد هذا الخصم ان شاء الله، لان المباراه حتكون صعبه يعني، ما 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 اكيد انه ما حد يوصل البطوله، وانا متوقع اني ما ابغى يجي ذا الخصم، لاني متوقع اذا جا ضدي بيهزمني، لكن ما بالنهايه في خصوم ثانيين اسهل منه. فعلا خالد، نهاية أحداث المباراة مبروك لخالد، أو عفوا لعادل العنزي، انتصار تقريبا بالطول بالعرض مستحق جملة وتفصيلا. نبارك العادل انتصاره في المباراة 6-0 في نصف النهائي الأول اللي عندنا اليوم، ونقول هارد لك لك يا عبد اللطيف، ما قصرت، بيض الله وجهك، سداسية نظيفة، دوم قاعد في الاستوديو التحليلي ينتظر، تفضل دوم. نرجع على الاستوديو التحليلي صراحة يا شباب، يعطيكم العافية على التحليل والتعليق. طبعا أعتقد كان مبسوط جدا اللاعب عادل، وأنتوا جالسين ما شاء الله تبارك الرحمن ترفعوه فوق في السماء، أتوقع لو عادل معنا الحين تلاقى الابتسامة شاقة وجهه يستاهل والله مستحق الصراحة. لكن برضو ما نغفل حق الصراحة اللاعب عبد اللطيف، وصوله للسيمي فاينل ولو أنه نتيجة ثقيلة شوية 6-0، نتيجة كبيرة لكن يعطيه العافية، وصل السيمي فاينل بعد 3 مباريات لعبها. عادل تقريبا في انسحابين لكن اثبت انه الطرف الاقوى، وصل النهائي، الله يعين السيمي فاينل الثاني، اللاعبين اتوقع عينهم على الفينالي اكثر من المباراه الان. طبعا للتذكير يا شباب، راح عادل قاعد يورينا بس ريكورد يزيبيو عنده، لاعب معاه 200 مباراه ومسجل له اكثر من 400 هدف. يا ساتر يا ساتر على الاحصائيه، هدفين لكل مباراه اعتقد، يا ساتر. لا زيدان مو اعاره خالد، لو نشوف مع بعض التشكيله الان يعني من الطناقه زيدان ونيمار وماني 3000 مباراة بالنهاية، 3000 مباراة. الله يعين اللي يصل للنهاية. طبعا بالحديث عن نصف النهائي الثاني ومن يصل للنهائي، الآن راح يكون معانا عبد الرحمن العنزي، وأعتقد في صلة قرابة بين عادل، هل هنشوف نهائي قريبة أو لا، ومعه محمد عمرو، نستعرض مرة أخرى طريق الشباب إلى سيمي فاينل. بالنسبة للاعب عبد الرحمن العنزي، الدور اللي هو ربع النهائي كان 2-1، ثم النهائي انسحاب الخصم، الدور اللي قبله انسحاب الخصم اللي هو 32، والدور ال 64 8-2. بالنسبه للاعب الثاني محمد عمرو، كان الدور اللي قبله اعتقد فوز بصعوبه 2-1، الدور اللي قبله انسحاب الخصم، الدور اللي قبله ايضا انسحاب الخصم والجوله الاولى 5-2. طبعا راح اترك لكم المايك الشباب عبل ما نروح للمستضيف الثاني، حتى الان ما اعرف مين المستضيف، اتمنى من الكوماند سنتر يقول لي، وعندكم المايك. والله الارقام اللي ذكرتها بالنسبه لي بكل امانه يعني ارقام متقاربه خالد اذا ما خاب الظن، ولكن بنفس الوقت اتوقع ان عادل راح يكون مسخن ومريح في النهائي. خالد منتظر اللي يجي، حياه الله. عادل يقول اللي يجي بكرمه، من الاخير انا اللي يجي بكرمه. راح تكون صدمة خالد في حال ما اذا عادل مثلا خسرنا، ممكن احنا نطينا العادل صراحه. انا بنصدم يعني، الارقام اللي شفناها مثلا اللي قالها عبد الرحمن يعني ارقام توضح لك انه قاعدين يفوزون بصعوبه، يعني فرق هدف، انت مثلا قاعد تسجل هدف وبعدين قاعد تحافظ عليه بتضيع الوقت بالطريقه اللي كانت، لكن لما تلعب ضد شخص زي عادل متمكن، زي ما قلت لك شفنا عنده تنوع هجومي شيء مو طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن، لازم تكون يعني جدا جدا محظوظ اذا انت تحاول تلعب على فرق الهدف او انه انا لازم اتقدم عليه عشان الفوز. يعني بالنهايه حنشوف مباراه متكافئه، نوعا ما المباراه اللي حنشوفها بعد شويه راح تكون متكافئه من خلال النتائج اللي سمعناها. فعلا خالد، بس اللي ممكن ما ودي استبق الاحداث، خلينا نفصل بعدين في المباراه اذا بدا، ننتقل للدوم اذا عنده اي اضافه قبل نستلم المباراه. طبعا انا الان الشير بلاي جاني، انا مبسوط من المباراه الاولى، كان فيها اهداف عريضه، اتمنى اشوف مباراه ايضا يعني فيها اهداف كثير، استمتع دائما بالتعليق والتحليل. الان المستضيف راح يكون عبد الرحمن العنزي، فهل راح يكون مثل عادل سمي ولا هو سمي؟ لكن انا اعتقد العنزي يعني في النهايه هل راح يكون انتميديتنج ومخيف مثل عادل ولا لا؟ طبعا راح نبدا المباراه، عندكم المايك، اعطيكم الجيم بلاي سكرين، وكل التوفيق لكم خالد ودي ماكس. يعطيك العافية دوم، ونرجع الآن لتشكيلة فيها مارادونا، وأول مرة خالد نشوف مارادونا بالمباريات اللي عندنا في البطولة من أول يوم إلى اليوم.
تشكيلة قوية مو بس فيها مارادونا، انت ركزت على مارادونا وتركت الظاهرة يا دحمي. الظاهرة انا والله يعتبر ما انتبهت، يعتبر واحد من اقوى المهاجمين، واحد من اقوى المهاجمين باللعبة اذا ما كان الاقوى عند بعض الناس. يعني ظاهرة ناس ابو كم اللي عنده ما انتبهت 94، يبدو لي انه 94 يعني ابو قصة اي واضح واضح تشكيلة للمستضيف عبد الرحمن صح؟ فعلا يا ابو عبد الرحمن العنزي ضد محمد عمر، فا اتوقع ممكن التشكيله فعلا تخوف. تشكيله قويه، تشكيله جدا جدا قويه، فيها حلول كثير. مستني الخطه اللي راح يلعب فيها، هل هي 4 4 2 انا كاني 5. لامح الظاهره اللي الان لابس طقم الهلال، هذا موجود عند عمر ولا عند لا هذا عند عبد الرحمن، عند عبد الرحمن عند الظاهره، عنده مارادونا، عنده ايقونه كمان بالدفاع. ما 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 ما, ما, ما انتبهت له بالضبط منه، لكن راح نشوف ان شاء الله بالملعب. تشكيله قويه يعني، تشكيله جدا جدا ممتازه فعلا. خالد راح تبين معنى التشكيلات ان شاء الله اول ما نبدا الجيم، وراح نعرف اللعيبه اللي موجودين قدامنا. لا يبدو لي انه قطع صوت دحمي، خلونا نمسك المايك على بال بس ما يرجع دحمي ان شاء الله ويمسك الوضع، بما انه هو المعلق الرئيسي ما شاء الله عليه. اعتقد انه يعاين الاضرار عبد الرحمن الان، يعاين الاضرار دحمي، يعاين الاضرار. التشكيله زي ما قلنا، زي ما قلنا عبد الرحمن العنزي هيمشي، يمشي على خطى عادل العنزي ولا لا؟ والله حتى الان لسه لازم نشوف، لكن من خلال النتائج اللي شفناها، من خلال النتائج اللي شفتها قبل شوي، ما اتوقع انه راح نشوف نتيجه عريضه. ممكن والله من احتمال نشوف نتيجه عريضه، لكن بالنهايه على حسب النظره المبدئيه ما راح يكون في نتيجه عريضه. 2-1 اقصى نتيجه شفناها حتى الان لكل الطرفين، لكن اللي قاعدين نشوفه حاليا هو اللمبات اللي فوق الانوار، وهذا الشيء اذا جاك خصوصا بالالتيميت تيم عندنا، اذا جاك بالفوت تشامبيون انت هنا راح تصدع، راح تعرف ان اللعب راح يكون جدا سيء. هذا اللي واضح الان خالد، اعتقد في مشاكل في الاتصال بين، حتى مشاكل في الكونكشن عند عبد الرحمن، ما اعرف الصوت يعني سواء من اللعبه. لا موجود، انا بس مستمتع بتحليل خالد. موجود موجود دوم، والظاهره رونالدو انت موجود لكن صوتك يقطع يا دحمي، موجود لكن صوتك يقطع كل شويه يروح ويجي. نستنى بس لين دحمي بس يرجع ويزبط الأوضاع إن شاء الله. زي ما شفنا قبل شوي هجمة كانت للظاهرة، الظاهرة حدها تجي الكرة، أكيد أنا كخصم لو جات الكرة عند الظاهرة أنا صراحة يعني راح أربش على أقل شيء، وراح يعني أتوتر. هنا الظاهرة من جديد، الظاهرة عند عبد الرحمن، معلش أنا راح ألخبط بين عبد الرحمن وعادل كثير. حتى الله يعينك في النهاية، نشوف لو وصل النهاية عبد الرحمن الله يعين، وهذا هدف الظاهرة وصل قبلي وقبلكم. هدف من الظاهرة رونالدو، وأتوقع خالد تكلمت أنت بداية المباراة أن الظاهرة لاعب يخوف، وفعلا الظاهرة أول مرة نشوفه موجود معنا من بداية البطولة، ومارادونا كذلك أول مرة، ونجح بتسجيل الهدف الأول عبد الرحمن، ويمكن النهائي بين عبد الرحمن وبين خلينا نقول ولد عمه. اذا صار هذا الشيء يعني راح يكون يعني شيء كويس يعني بصراحه لهم الاثنين، خصوصا اذا كانوا يعرفون بعض راح تكون يعني مناسبه جميله بالنسبه لهم. بتكلم عن الظاهره شوي، وليش الظاهره يعني انا عيني جات على الظاهره يا دحمي من البدايه، وما ركزت حتى على مارادونا. يعني الظاهره واحد من اقوى المهاجمين باللعبه، ليش؟ خمسه قدم ضعيفه، قدمه ضعيفه عنده خمسه نجوم، المهاره عنده خمسه نجوم، سريع، جسم عنده جسم، خفيف تقدر تلف فيه يمين يسار، مهارات تقدر تسوي فيه مهارات، الشوت من اي مكان تقدر تستفيد منه، الفينس شوت او شوتة الموزع عنده ما شاء الله تبارك الرحمن يعني قوية جدا. فاللاعب هذا متكامل كمهاجم، جدا جدا متكامل. وسعره بالالتيميتي متكلم عنه. دحمي موجود ولا برضه قطع؟ هي موجود انا موجود. اي كنت تتكلم انت عن سعره، ما سمعت انا سعره كم بالضبط خالد؟ انا ما بتوقع حاليا سعره اللي هو ظاهر النسخة 94 ممكن يكون 7 مليون او 6 مليون ما ادري بالضبط، لكن بهذا يستاهل كل كوينز فيه. ها بداية اللعبة كان 12 مليون يعني، حاليا السبب اللي خلاه ينزل هو انه نزلت نسخ اقوى للظاهرة، بس هذا فعلا السبب اللي خلاه سعره ينزل. فعلا. وعليكم السلام لوكا منور بث، كذلك الشباب جميعا المتواجدين في البث. عندنا نتيجة المباراة 1-0 لعبد الرحمن العنزي، ولكن خالد خلنا نكون صريح معك،
اللي قاعد اشوفه في تقارب شوي في المستوى. كيني داغلش لكن فاران يخطف الكوره من امام كيني داغلش. اتوقع انه الافضليه اوكي ممكن نتفق كلنا انه في افضليه بسيطه لعبد الرحمن، لكن محمد كذلك يوصل في مرات كثيره يا خالد. صحيح، لكن ينقص الخطوره، يعني قاعدين نشوف انه يوصل لكن ما شفنا خطوره حتى الان من محمد. الظاهره يا الهي على هذا الظاهره، رجل من حديد للظاهره رونالدو. واير روني موجود بالتشكيله الثانيه، مارادونا كذلك نشوفه الان عند عبد الرحمن العنزي، كره توصل عند نيمار، نيمار البحث عن اي طريق يا خالد، يبي يسجل الثاني عشان شوي يرتاح. صحيح، واللي تبين لي انه قاعد يدور الظاهر، قاعد يدور الظاهر ويستنى اي فرصه، بس يستنى الظاهره فاضي، ولو بس بنسبه 20% يكون فاضي عادي يمرر له، ما عنده مشكله ان الكره تنقطع. لكن المشكله لو الكره وصلت للظاهره راح تكون مشكله كبيره لمحمد. خالد، بما انه فتحت هالموضوع ودي اسالك سؤال خالد، والسؤال هذا انا مرات برضو يجي في بالي. خالد، الشخص اللي يعتمد على لاعب واحد بطريقه لعبه، يعني حتى وهو ماسك الكوره تلقاه يدور فلان، خلينا نكون صريحين، زي مثلا الناس حتى اللي مو محترفه اللي يلعب مثلا بالريال اول طبعا يدور كريستيانو، واللي يلعب بامبي في العرض، اللي يلعب مثلا السيتي يدور مبامبي او نيمار، عفوا باريس يدور نيمار او مبامبي، اللي يلعب مثلا بالفرق هذه يدور لاعب صلاح مثلا في ليفربول او ماني، هل يأثر الشيء هذا على الفريق؟ أكيد يأثر، أكيد يأثر. هنا شفنا أول هجمة خطيرة صراحة لمحمد وكان من الممكن نسجلها. نرجع سؤالك، يأثر أكيد. إذا أنت مركز على لاعب واحد معناته أنا خلاص أغطي على اللاعب هذا وخطورتك راح تقل بنسبة 80%. مارادونا واللاعبين اللي جبنا سيرتهم بداية الجيم خالد، مارادونا والظاهرة، وهم الاثنين اللي رجعونا للزمن الجميل ببطاقات الايكون، ونجحوا في تسجيل هدفين للاعبين يعني مخلدين في التاريخ. هو اكيد انه ما هو قاعد يلعب فيهم مع عبد الرحمن اللي انه يعني متعود عليهم، وانا اتوقع انه مارادونا طلع له بتحدي، يعني ما اعتقد انه شاريه طلع له بتحدي الايكون وبحظه طلع له مارادونا بدي ايكون. اي فاعتقد انه طالع له من باك وقرر انه يستفيد منه، ممكن انه يناسبه باللعب. انا عن نفسي مستحيل العب بلاعب زي مارادونا، ايش مشكله مارادونا دحني؟ ثلاثة قدم ضعيفه، ما ادري اثنين قدم، لا اتوقع انه ثلاثة قدم ضعيفه، فاذا جات الكوره انا يا اما اشوت برجله اليسار ولا ما راح اقدر اشوت مثلا برجله اليمين، فدائما لكن يغطيها بمهاراته خالد، خمس نجوم سرعته. اي بس انا كمدافع لو يجي ضدي مارادونا حقفل عليه بالراحه بصراحه يعني. اوكي خالد افهم واعرف، لكن كره الان لواير روني، روني 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 طولها خالد، طولها وما تعامل معها بشكل كويس. كان عنده ثلاث خيارات، اما انه يشوت شوته ويدعي رب انها تخش، الخيار الثاني اما انه يسحب الحارس، والخيار الثالث كان انه ينقش الكره من فوق الحارس. الخيار الثاني والثالث طبعا هم افضل من الخيار الاول. هو ما سوى ولا واحد من الخيارات هذه، ممكن ترى الاتصال كان له سبب بهذا الشيء. فعلا كأنه سمعك ويبي يبدل مارادونا، كأنه سمعك وقال والله لعيونك خالد ما تبي مارادونا ندخل لك فاردي 94 التشكيلة الموسم. ايش رايك بالتبديل اللي قام فيه الان؟ تبديل كويس، خصوصا انه فاردي يعني يعطيك سرعه على الطرف راح يكون مفيد له. شفناه يلعب ب 4-4-2، خطه تعتبر متوازنه هذه السنه، ما هي اكثر خطه متوازنه السنه، ما فيها مبالغه هجوميه ولا فيها مبالغه دفاعيه. تبديل كويس، يعني مارادونا ممكن بعض الأحيان يعني تضيع لك كور زي أنا ما قلت بسبب القدم الضعيفة، كور تكون أي لاعب ثاني راح تخش بنسبة 100%، اللاعب مثل مارادونا عنده ثلاثة قدم ضعيفة ممكن ما تخش فعلا. والآن دخل لاعب تقريبا ما راح يرحم في الهجوم بالذات بسرعته وبالبطاقة اللي هي فاردي 94 تشكيلة الموسم، بطاقة يعني تخوف وطاقات أسطورية. ولكن السؤال اللي الآن أنا أطرحه ويطرح الجميع خالد، بخمسين دقيقة شفنا الآن فيها المباراة ما بين محمد وعبد الرحمن العنزي، هل تتوقع ممكن محمد يرجع يسوي شيء ولا المباراة رايحة بطريق عبد الرحمن؟ أنا أتوقع راح تجي هجمات لمحمد. السؤال هل محمد راح يسجلها ولا لا؟ إذا سجلها بإمكانه يرجع، إذا ما قدر يسجلها ما أعتقد. ولازم يجي الأخطاء مثل هذه، الأخطاء اللي قاعد يسويها مثل الخطأ اللي قبل شوي لازم يبتعد عنها، يحاول يعرف أنه
اذا انت استعجلت انت ما راح تسجل. الثالث انتهت المباراه ولا لا انتهت ولا لا يا خالد؟ سبب خطا بسبب استعجال، وهذا الشيء يعني خلينا نقول انه الى حد معين اذا ما عندك خبره بالبطولات منطقي، يعني انت تحاول ترجع بالمباراه وتحاول تسرع كل هجمه تجيك، وطبعا هذا الشيء ينتج عنه انك تسوي اخطاء، من الاخطاء هذه راح تسجل عليك. ثلاثيه نظيفه صعبة خالد بظرف 55 دقيقه، صعبه جدا. يعني عبد الرحمن العنزي قدم جيم افضل، قاعد يلعب بشكل افضل من محمد بصراحه. يعني بناء على اللي شفناه خلينا ننط نطه كذا ونتكلم على النهائي المحتمل بنسبه كبيره بين عبد الرحمن وبين عادل. شفنا لعب عادل، شفنا لعب عبد الرحمن، عطنا كذا لمحه توقع خالد. والله يعني عبد الرحمن قاعد يقدم مستوى كويس، لكن ما هو المستوى اللي اقدر اقول لك انه مثلا مستوى شخص يلعب تصفيات، مستوى شخص يجيب إليت 1 وزياده، ممكن حتى تصنيف. أفضلية واضحة بصراحة العادل فعلا. أنا أتوقع الشيء هذا، والهدف الرابع برونو فرنانديز كارت 96 اللي نجح أن يسجل في المباراة اللي راحت لعادل، الآن كذلك يسجل عبد الرحمن برونو فرنانديز 96. هذا ما أدري من وين جانا يا خالد، هذا اللاعب الجميع محظوظ ومحسود عليه. صحيح زي ما قلت لك، الكرت جدا جدا قوي، يفيدك بكل انحاء الملعب، ممكن حتى لو حطيته حارس ممكن يفيدك فعلا. واشوف دوم مبسوط لانه لاعبهم لاعب مان يونايتد مبسوط دوم، يقول اي هذا اللاعب اللي ان شاء الله يرجع الامجاد. ونتمنى لكم التوفيق في مباراه بكره يا دوم آمين. ضد روما. لكن الظاهره رونالدو يا خالد عنده كلام كثير يقوله في المباراة النهائية أتوقع، وإن كان عادل الأفضل ممكن بناء على اللي شفناه، لكن أتوقع الظاهرة ما هو باللاعب البسيط، الظاهرة ممكن ظهر اليوم بهدف واحد في المباراة إلى الآن، ولكن الظاهرة هو الظاهرة. صحيح، لكن تشكيلة عادل يعني كمان ترى ما تعتبر تشكيلة ضعيفة، يعني عنده العناصر اللي يجي الخامس أوه كيف ضاعت هذه يا خالد؟ والله صراحة يعني لقطة غريبة، ما العادة هي هذه يعني هدافة يعني، لكن بعض الأحيان ما تدخل وما تضر إن شاء الله. 4-0 بالنهاية والمباراة يعني متقدم بأربعة، إيه خلاص المباراة تقريبا تعتبر لكن جدا صعبة. خليني أطرح سؤال بس بعد هالهجمة، هل أوه للاعب جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي؟ خليني أطرح سؤال، وهذا السؤال اللي كنت بقوله، الآن باقي هدف عبد الرحمن وتصير النتيجة نفس نتيجة النصف النهائي الآخر. أمس شفنا نصف نهائي ونصف نهائي ثاني أو نصفين كلهم تقريبا متقاربين، اليوم قاعد نشوف تقريبا طرف واحد يا خالد، هل الشيء هذا لصالح البطولة لصالح المشاهد ولا لا؟ والله بالعكس كذا في فجوة كبيرة بينهم. ممكن هو هي بعض الأحيان يعني بحكم أنها قرعة واللاعبين يعني ما فيها تصنيف يعني بأوه يا سلام سجل هدف، هدف سجل تقليص هدف، ما أقول تقليص، خلينا نقول هدف شرف خالد، هدف شرفي والهدف اللي تقريبا أتوقع كان أون جول يا خالد. ما خب صحيح إنو... نرجع لسؤالك بصراحة، يعني بما أنها قرعة يعني ما فيها القرعة ما هي بناء مثلا على مستويات اللاعبين، يعني شيء طبيعي أن نشوف بعض المجموعات مثل هذه النتائج ومثل هذه الاختلافات بالمستويات والفجوات. بس مفارقة بسيطة بالرغم أنها 5 أهداف هنا والمباراة اللي قبل شوي كانت 6، إلا أنه كمستوى بصراحة في فرق بين اللاعبين فعلا. هذا الشيء ملحوظ من النتائج يا خالد انه في مستوى كبير، ولكن اتوقع مباراة النهائية اللي تنتظرنا الظاهرة ظاهرة من المستحيلات الظاهرة يضيع هجمة زي هذه يا خالد. اعتقد انه حرك حارس عبد العمرو محمد عمرو حرك حارس من خلالها قدر يصد هذه الهجمة، يعني عبد الرحمن لو انتبه لو هدى شوي بس بشوته شاف وين بيحرك الحارس وبعدين شات بالجهة الثانية والمعاكسة لتحريك الحارس كان هدف بنسبة 100%. ينتظرنا نهائي أسطوري خالد. صحيح، يعني النتائج اللي احنا قاعدين نشوفها نتائج كبيرة، نهائي راح يكون من نار فعلا، نهائي أتوقع يعني
راح يكون ناري بين كل من عادل العنزي وكذلك ولد عمه عبد الرحمن العنزي. انا ما ادري صراحه صله قرابه يعني بالواقع بينهم، ولكن راح يكون قدامنا ان شاء الله نهائي جبار ونهائي ناري ان شاء الله. لكن خلينا نتكلم على اخر لحظات من المباراه قبل لا نسمع الصافره. عبد الرحمن ابدع فاقنع، السادس حرك الحارس فعلا يا خالد. تحريك الحارس عنده كويس، لكن ليش ما شفنا التحريك هذا على الاقل خلى النتيجه اقل يا خالد؟ يعني هو بالنهايه ما بعض الهجمات يعني ما تقدر تحرك الحارس وتسوي رده فعل، وبعضها زي هذه الهجمات تقدر تحرك الحارس، لكن الغريب انه يعني عبد الرحمن حتى الان خصم حرك الحارس مرتين وما انتبه لهذا الشيء، فالمفروض انه ينتبه لهذا الشيء. لو صار قدام عادل يا ويله. اكيد قدام عادل يعني انت لازم تستغل انصاف الفرص، انت بالقوه راح تجيك هجمات. فعلا الان نهايه احداث المباراه، نبارك لعبد الرحمن العنزي السمي بانتصاره في هذه المباراه بنتيجه مستحقه 5-1 في نصف نهائي الثاني مقابل الهدف اليتيم اللي كان لمحمد عمرو. وبعد ذلك ننتظر نهائي مبكر، نهائي انا اتوقع انه المفروض نشوفه بكره في اخر مباراه. الان راح يكون عندنا في نهائيات اليوم مباراه كبيره تنتظرنا في النهائي ما بين عبد الرحمن العنزي وعادل العنزي. ودوم قاعد يقول طيب دحمي عطري المايك خليني لا صراحة خذ راحتك. طبعا مباراة ممتعة جدا من طرف واحد، راح أقدر أقول ألف مبروك عبد الرحمن العنزي، هارد لك محمد عمرو يعني يعطيك العافية، أيضا وصولك للسيمي فاينل دائما يحسب للاعبين، يعني تعدي أقل شيء مباراتين ثلاثة برضو في البطولة يحسب للاعبين، يعطيه العافية. مباراة منتظرة، والشيء الوحيد اللي زعلني في المباراة طبعا أنا كنت جدا مستمتع هو التقطيع الصراحة، لأول مرة شوف مباراة تقطع بهذا الشكل، حتى أمس البن كان واحد ما كانت تقطع بهذا الشكل، حاجة غريبة اللي صارت اليوم. لكن أتمنى النهائي ما يكون فيه تقطيع، نبغى نشوف نهائي ممتع، نهائي جميل بين اللاعبين، واعتقد انهم عيال عم فعلا، انا ماني متاكد 100% لكن نفس الاسماء الصراحه، فاذا كانوا اقرباء فهو نهائي الاقرباء، واعتقد اللي يفوز راح يغيظ الثاني بشكل كبير في البيت. طبعا يا شباب الان وصلنا الى نصف البث وباقي المباراه النهائيه والسحب، فلذلك سنذهب الى 10 دقائق بريك ونرجع لكم عشان الشباب برضو يقدروا يبلوا حناجرهم، يعطيهم العافيه ما شاء الله تبارك الله، امتعونا وابدعوا في التعليق والتحليل. خليكم معنا لا احد يروح اي مكان، باقي النهائي والسحب ما قبل الاخير، ترى بكره اخر يوم النهائيات وبكره اخر يوم في السحوبات $50، فاليوم عندكم فرصه وبكره عندكم فرصه $50، ثلاثه بطاقات مين الفائز فيها نشوف بعد النهائي، اعطونا 10 دقائق ونرجع لكم وبي رايت باك.
عدنا لكم مجددا اعزائي المشاهدين بالجزء الاخير من بث اليوم من ام جي فيرتكس سيريز بنسختها الثانيه للعبه فيفا فوت شامبيون. طبعا اليوم ننتظر نهائي مثير جدا، وتم تاكيد المعلومه اعزائي المشاهدين، اللاعب عادل العنزي هو ولد عم اللاعب عبد الرحمن العنزي، راح نشوف نهائي الاقرباء. وطبعا الاثنين ما شاء الله تبارك الله عيني عليهم بارده، مستوى اداء جدا جميل. طبعا قبل ما اعطي المايك للشباب والمعلقين الجميلين لازم اروح لتذكير السؤال، عشان انتم طبعا انا متاكد الكل يبغى يشارك في السحب، الكل يبغى يشارك في السحب، ولو انه اليوم التفاعل قليل جدا، بس احلى شيء انكم ما انتم جالسين تكتبوا الاجابه. خلينا نروح للسؤال مبدئيا اللي يقول الحين يكتبون يا خليهم يكتبون، نبغى تفاعل الصراحة اليوم ما في تفاعل في الشات. فالسؤال يقول: أحد المميزات المتوفرة في سيارات MG5 هي إمكانية توصيل الهواتف الذكية بالسيارة من خلال واحد أبل كار بلاي، اثنين أندرويد أوتو، ثلاثة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، يعني الخيارين مع بعض. اللي عليك تسويه الآن قبل النهاية تسوي سكان للكيو آر كود. الشباب ممنوعون من التسريب وبحكم أن المرنج اليوم خسران كمان نفسية تعبانة فما راح يسربوا الإجابة. عندكم سكان للكيو آر كود وتعرف الإجابة في قسم التكنولوجيا من موقع إم جي. أي وقت بالإجابات الآن عادي، نبغى نشوف تفاعل، لكن ما راح نبدأ السحب. خلهم يكتب، انا ابغى اشوف تفاعل. الشات اليوم نايم شوي صراحه، يعني مباريات حماسيه فيها اهداف كثيره لكن ما في تفاعل، ما في حماس. الان نرجع للاستديو التحليلي، عندنا جيم ناري بين عبد الرحمن العنزي والمستضيف اللي مسوي لنا شير هو عادل العنزي. اتمنى ما يكون في تقطيع، واتمنى باذن الله نشوف جيم اسطوري. طبعا المايك عندكم الان دي ماكس خالد، بالتوفيق في هذه المباراه وبالتوفيق للطرفين في النهائي. حبيبي والله يدوم، وان شاء الله نتمنى التوفيق لعبد الرحمن وكذلك العادل العنزي، اقارب وقرايب وعيال عم. اليوم اللي بيفوز الله يعين الثاني، اتوقع يا خالد راح تقوم عليه الليله. صحيح، دائما يعني المباريات اللي تكون بين الاخوان تقوم فيها يعني طقطقه ويقوم فيها ضحك، فما بالك بين قرايب يعني يعرفون بعض. هو ان شاء الله الشير شوف يعني لاعبين مع بعض كم جيم، انت لاحظ معي بالشاشه الحاليه لاعبين مع بعض اكثر من 100 جيم، اكثر من 100 جيم تقارب كبير خالد، يعني 45 فوز انا اشوف عبد الرحمن مقابل 56 لعادل. اوكي عادل عنده افضليه بسيطه ولكن يعني في تقارب. صحيح، كمستوى انا اقول لك يعني كمستوى من اللي انا شفته عادل مستوى اعلى بصراحه يعني. لكن هو ايش المشكلة؟ انت لما تلعب مع شخص طرق لعبك عارف الاشياء اللي انت دائما تسجل فيها، هذا الشيء ممكن ترى يفيدك انت كخصم له، فممكن انه عبد الرحمن يكون فاهم لعب عادل وهذا الشيء يأثر على عبد الرحمن. فعلا خالد عبد الرحمن ضد عادل وعادل ضد عبد الرحمن، وما يعرف عادل احد كثر عبد الرحمن اتوقع في البطولة، وكذلك ما يعرف عبد الرحمن احد كثر عادل مباراة الاقارب مباراة العيال العم ما بين عادل العنزي واللي فاز بسداسية نظيفة في نصف النهائي الماضي او اللي راح مقابل ولد عمه عبد الرحمن العنزي واللي فاز كذلك بنتيجة عريضة 5-1. هذه أمامنا آخر نتيجة كانت بينهم خالد 5-2 لصالح عادل العنزي، وقاعد يقول له شوف شو اسمه شوف الريكورد وانت حكم ما لي دخل. أنا العاجبني إنهم لاعبين مع بعض كثير، يعني واضح إنهم مرة فاهمين بعض بزيادة، يعني 100 جيم ترى شيء مباراة ممتعة خالد. وش المشكلة إن عادل يعني شفنا لاعب أكثر من 3000 جيم، والمباريات الودية ترى ما تحسب بالريكورد يا دحمي، يعني في ممكن لعب مباريات ودية أكثر وأكثر من 3000 جيم. إذا المباريات اللي جمعتها بس مع ولد عمه خالد أتوقع فوق 100 مباراة بناء على الإحصائيات اللي قدامنا، يعني ما شاء الله تبارك الله، حرفيا ما شاء الله تبارك الله، لعل عادل مختم اللعبة كاملة. خالد خالد عندي ملاحظة بسيطة مع بداية المباراة، لاحظنا المباراة اللي راحت الشير اللي كان بالنصف الأول أو النصف الثاني عفوا من عبد الرحمن، الكاميرا اللي يلعبون فيها مختلفة اثنينهم، عبد الرحمن يلعب كام وخالد يلعب او عادل يلعب كام ثانية. صحيح، هذا الشيء طبيعي يعني تختلف الكاميرا زي ما قلت لك، تختلف من لاعب اللاعب. بعض اللاعبين مثلا ما يحبون مثلا، مو بشرط انه مثلا يبغون يستحوذون هنا عادة يا ساتر، بعض اللاعبين مو بشرط انه يحطون الكاميرا هذه فقط عشان الاستحواذ، بعض اللاعبين ما يحبون يطلعون بالخريطة اللي تحت اللي توضح لك اماكن لعيبتك، اللي ما بعض اللاعبين اللي ما يوضحون لك بالشاشة، إذا أنت حطيت مثلا بث تلفزيوني حي بعض اللاعبين ما يوضحوا لك
بعكس مثلا البث الكاميرا التشاركيه توضح فعلا أوه يا خالد اعتذر اني قطعتك، لكن خالد نيمار وعبد الرحمن عكس المتوقع من هجمته الاولى يسجل الهدف الاول. خالد شيء غير متوقع زي ما قلت انت بصراحة، يعني ما حد كان، انا بالنسبة لي شخصيا ما كنت متوقع ابدا انه مثلا عبد الرحمن بيقدر انه يجاري عادل، لكن النقطة اللي تكلمنا عنها انه عبد الرحمن فاهم لعب عادل، فاهم لعب عادل. يعني حاليا مثلا قاعدين نشوف انه عبد الرحمن قاعد يدافع بخمس لاعبين، خمس لاعبين بعد المباراة اللي راحت، قاعد يلعب باربع دفاع المباراة اللي راحت، لكن حاليا فقط عشان يلعب ضد عادل قرر انه يلعب بخمس مدافعين. ولذلك قلت لك خالد لعل عادل يعني من سوء حظه ان اللي جاء خصمه واحد عارفه زين، لو واحد ما يعرفه اتوقع كان الامور مختلفه. صحيح لما تلعب ضد واحد يعني انت عارف كيف مستواه، عارف اماكن خطورته ولا الاشياء اللي يسويها عشان يسجل اهداف، يعني راح تقدر انه تجهز اشياء له، راح تقدر انه تحط خطط مضاده. فعلا ونشاهد الان المرتد السريع عند المبوم كيليون، لكن دافينسون سانشيز اتوقع اختيار شوي غريب يا خالد كقلب دفاع امامنا في تشكيله عبد الرحمن. اعتقد هذه نسخه خاصه للاعب مش النسخه الاساسيه. النسخه يب الاساسيه انا عارف، لكن هي اي نسخه بالضبط تتوقع؟ اعتقد انها اعلى نسخه له، السرعه عنده اتوقع انها عاليه. ما اتذكر ايش المناسبه اللي نزلت فيها هذه البطاقه، لانه زي ما انت عارف دحمي يعني البطايق كثيره وتلخبط حتى بينهم. لكن في نسخه له سرعتها يعني سرعه المدافع كانت فيها عاليه، قابل انك تلعب فيه فعلا. هذه الان مرتده، لكن بندر يرجع ويقطع الكوره. انا ودي والله ان ادخل في مواضيع تخص فيفا وناخذ من خبرتك خالد، ولكن المباراه حرفيا مو مخليتنا، ومباراه يعني شد وجذب، لكن اتوقع النتيجه الحاليه والحاصله افضل شيء ممكن يصير لعبد الرحمن انه يبدا المباراه وهو مدافع ويسجل هدف ضد خصم زي خالد، شفناه صعب جدا في المباراه اللي راحت، واول هدف يستقبله في البطوله كان. صحيح انا قلت لك اول انه اسوأ شيء ممكن يصير لك ضد واحد انت تلعب ضده خمسه دفاع انه يسجل عليك هدف، وافضل شيء يصير لك انك انت تبدا تسجل على الهدف لانه حيضطر انه يخاطر هجوميا ويتخلى عن اسلوبه. فعلا والان لقطه الماضيه كان لربما اوزيبيو راح يرجع ويعادل فيها، ولكن الكره الان الى ضربه ركنيه، برونو فرنانديز الى كيليان مبامبي يهدي الكره عند ماثايوس، يرجع مره ثانيه البحث عن زميل الى مبامبي مره اخرى الى بوشكوش. كيف راحت هذه الخطوه؟ ممكن الباص يعني كان قوي بزياده، لكن هذه يعني ما تصير كثير، واذا صارت ضد يعني لك فانت يعني غير محظوظ. اي الشيء المستغرب حاليا انه خلاص غير طريقه لعبه عادل، ما عاد يعني يلعب بوزيشن ما عاد هو يلعب ترى خمس دفاع مثل المباراه اللي راحت، يعني شفنا بمباراه نص النهائي كان يلعب 5-3-2، وهذه المباراه اللي قاعد نشوفه حاليا يلعب ب 4-12-12. اوه يا خالد اوه، كان يبي يسجل هدف ويكسر فعلا توقعاتنا جميعا يا خالد، توقعاتنا كلنا اللي كانت تصب لمصلحة عادل الآن الأمانة مختلفة، ولكن ممكن يرجع عادل، ممكن عادل، ولكن أمامنا بيساكا يرجع ويقطع الكرة عوار إلى سانشيز، ريناتو مرتدة سريعة يسجل فيها الثاني، يعزز أماله وفرص في التأهل إلى الأدوار النهائية. هذه كرة خطيرة، لكن ضربة جزاء خالد، ضربة جزاء نعلق عليها بعد ضربة الجزاء، هل يأتي الثاني برونو؟ يا سلام، رايق، لا، اللي بيحصل مش متوقع خالد، ايه اللي حصل؟ والله انا مستغرب زيك بصراحة، يعني قاعدين نشوف انه بعادل بعد ما لعب بأربعة 12-12 وتخلى عن الاسلوب اللي لعب فيه المباراة اللي راحت، صار عنده مساحات وصار عنده مرتدات صارت تجي ضده زي السلام عليكم، يعني شيء جدا جدا سهل. ضربة الجزاء مستحقة بوجهة نظري، يعني سوى تاكل، التاكل هذا اثر على اللاعب بغض النظر اللاعب طاح ما طاح، ضربة الجزاء بالنسبة لي كانت مستحقة. برونو فرنانديز من الجهة الأخرى يسجل هدف تقليص الفارق، ويبقي آمال عادل حية، وعادل بالهدف هذا يقول له ولد عمي على عيني وراسي، لكن ما راح تعدي الليلة،
ما راح تعدي، لا لن تنتصر ليلى علي. وبالتالي المباراة ما زالت في أرضية الملعب. دييغو أرماندو مارادونا الأسطورة الحية بكرت 91 الايكون، وبعد ذلك الكرة تفتك من برونو فرنانديز، يقطع الكرة مرتدة سريعة لأوزيبيو. خالد اعتذر لو رحت للمباراة بطريقة تعليق الكرة المعتاد، ولكن فعلا المباراة اللي حاصلة بين الفريقين مباراة تخليك تاخذها على النطاق هذا، لأنها حامية خالد، ما فيها أي مجال لإضاعة الكرة، هجمة هنا هجمة هناك. خالد ما لومك ابدا بصراحه، يعني المباراه جدا جدا ممتعه. هدف عادل جاب وقت جدا جدا ممتاز بالنسبه له، بعد ما سجل على عبد الرحمن الهدف الثاني كان من ممكن انه يدخل عادل يعني بمشاكل كثير يعني، لكن عادل يعني كويس انه يعني سجل هدف بوقت كويس ويقدر يرجع بالمباراه حاليا، يقدر يرجع بالمباراه. ما لو تاخر هدف اكثر من كذا كان ممكن انه عادل يضطر انه يخاطر بشكل اكثر وممكن سبب اخطاء كثيره، وعاد عبد الرحمن ممكن يسجل هدف ثالث. فالهدف جاء وقت مناسب، الكره ملعب عادل حاليا، اعتقد انه بامكانه يرجع بالمباراه، لسه عنده وقت، وكمان عبد الرحمن بامكانه انه يسجل هدف ثالث وهدف رابع وينهي المباراه. وهالاثناء برضو خالد قاعد نشوف التغييرات اللي قاعد يسويها عادل، ولاحظت انه ريناتو سانشيز دخل في مكان لعوار. تعليقك على التبديل؟ تبديل لاعب بلاعب تقريبا كلهم نفس الادوار، محور هجومي بالطرفين، ممكن يكون عادل يعني مرتاح اكثر مع ريناتو سانشيز. ريناتو سانشيز بعض الاحيان يسوي لك اشياء ممكن المهاجمين بعضهم ما يسووها، يعني يجيك انها غريب من ريناتو سانشيز. عادل اتوقع انه يلعب على النقطه ذي. يبدو لي انه دحمي قطع صوته فنمسك المباراة. لا انا صار عندي بس شوية دروب في النت لكن رجع الاتصال، اعتذر اليوم عن بعض المشاكل اللي عندي في الاتصال. لكن عموما كذلك لاحظنا ثاني مرة نفس التبديل، نيمار نيمور، لكن الكرة ما زالت خطيرة عند المبامب. كيليان مبامبي مبامبي مبامبي، وتكتل دفاعي غير طبيعي خالد. صحيح، خمسة دفاع يلعب، خمسة دفاع عبد الرحمن، وهذا الشيء الصح. يلعب خمسة دفاع، حاط تكتيك لعب بناء لعب سريع، ومعتمد اعتماد كامل على الهجمات المرتدة حاليا. هذا الشيء الصح اللي المفروض يسويه عبد الرحمن، وقاعد ينجح فيه وقاعد يوصل المرمى عادل، وممكن حتى نشوف هدف ثالث فعلا. تبديل نيمار كان بداية كذلك الشوط في مكان لبوشكاس، والتبديلات اللي قام فيها عادل. خالد تتوقع التبديلات اللي شفناها الآن لعادل عفوا، هل من الممكن أنه ترجع في المباراة؟ ما سوى تبديلات يعني، خلينا نقول تغير مركز اللعب مركز تقريبا، اي تغير اللعب بشكل كبير، هي بالنهاية تبديلات مركز مركز. كسر التسلل يا صافي، غريبة. خالد هذه لو نعيدها 100 مرة راح يسجلها 100 مرة. والله يعني لقطة غريبة جدا جدا جدا، الباب فاضي لمبابي، وقرر انه يضيعها ويحطها بالجهة الثانية. شيء يعني لقطة غريبة. اتوقع انه رسله بالواتس قال له كيف ضيعتها. شفت راح يتكلمون يعني عن هذه الهجمة كثير، الهجمة هذه راح يتكلمون عنها كثير. والله لقطة غريبة يعني بجد، والمرمى الباب فاضي حرفيا. أتوقع لا سمح الله ممكن يندم على الكرة هذه يا خالد. راح تكون كابوس بالنسبة له قبل ما ينام اليوم، أنا متأكد بنسبة 100% إذا غمض عيونه راح يجيه فلاش باك وراح يتذكر اللحظة ذي فعلا. لكن كسر التسلل في اللقطة كان يعني أسطوري من عادل، وخطأ كذلك فادح من عبد الرحمن. لكن أتوقع بالأخير عبد الرحمن مر منها سلامات الحمد لله. يقول عبد الرحمن كان محظوظ بالهجمة هذه بصراحة، يعني عبد الرحمن كان محظوظ جدا بالهجمة اللي قبل شوي اللي هي بنسبة 99.9% دائما أهداف، فهو محظوظ أنه فاصلة واحد بالمية أنه ضاعت. هذه صراحة يعني لقطة من أغرب اللقطات اللي أنا شفتها فيه فعلا. وزي ما قلت لك خالد، هذه لو تنعاد 100 مرة راح تتسجل 100 مرة حرفيا. صحيح، يعني لقطة فيها جول وانت مغمض. عموما نشاهد تقدم الآن من مبامبي، هل يثقل النتيجة يضيف الهدف الثالث، ولكن في نهاية المطاف دفاع عادل يتفوق، كرة مرتدة سريعة. أتوقع الآن الطريقة اللي قاعد يلعب فيها عبد الرحمن إذا ما خاب ظني خالد صحح لي، تغيرت من 5 مدافعين إلى 4 وصار يلعب مصيدة التسلل خالد.
صحيح هذا الشيء فيه مخاطرة. أعتقد أنه يلعب حاليا ممكن بأربعة أربعة اثنين، لكن معطي تعليمات للاعبين أنهم يرجعون وراء. لا والله برونو مقدم بالهجمة، يعني يبدو لي أنه عشان ممكن واحد من واحد من القرايب ممكن ما يبغى يقفل ويلعب اللعبة اللي ضايق الخصم الثاني، لأنه ممكن لو قفل تصير يعني يصير هواش بينهم. ممكن الليلة تقوم يتدخل فيها العم والعم ويقولوا لهم فكونا من السوني ومن المشاكل هذه، لكن في نهاية المطاف فعلا أتوقع عبد الرحمن كان بإمكانه يعني إذا أنه يبي يضمن المباراة يلعب بطريقة مختلفة. صحيح صحيح، لكن يعني في أكثر من طريقة، في أكثر من طريقة إضاعة وقت، استحواذ سلبي بحيث أنك بس تضيع فيه وقت. وهو قادر يا خالد. اي قادر، اعتقد انه قادر، لكن لسه باقي 13 دقيقه واحس لسه في هدف، في هدف لاحد الطرفين. فعلا اتوقع انه لابد انه نشوف هدف، الله اعلم هل يكون هدف التعادل او هدف ثالث لعبد الرحمن، ولكن عشان يعني نعرف انه الاحصائيات مرات مو بكل شيء. خالد شفنا تفوق في المواجهات المباشره بين خالد وعبد الرحمن، عفوا بين الظاهرة يقول كلمته في المباراة ويختم بالهدف الثالث ويقول نشوفك بعدين يا عادل ولد عمي على عيني وراسي. ويبدو أنه عادل سيلعب بتشكيلة هجومية الكل بالكل. خالد أمامك التغييرات اللي راح يقوم فيها، راح يلعب الجمل بما حمل. خلاص تأخر، أحس أنه تأخر يا دحمي، كان المفروض أن يسوي هذه خطة من دقيقة تقريبا 72 70. خلاص يعني أنت بالنهاية هذه المباراة إذا أنت فزت فيها تتأهل، إذا ما فزت فيها تطلع. خالد خلاص يبيعها حرفيا الآن، يا أما أنه يرجع بالمباراة يا أما أنه يلقم زيادة من الأخير. الظاهرة طبعا سجل هدف، زي ما قلت لك الظاهرة يعتبر قوة، مفيد لأي شخص ومهما كان مستواك راح يكون الظاهرة علامة فارقة عندك للأمانة. كسر كل التوقعات عبد الرحمن يا خالد. صحيح. بتقدم الآن 3-1، يعني ما كنا متوقعين أبد، وكنا نقول أنه عبد الرحمن كويس بس صعب يفوز على عادل، لكن زي ما ذكرت خالد لعل الخصم الأسوأ بالنسبة للعادل. صحيح. اللي كان ما يتمنى يشوفه هو عبد الرحمن. صحيح، يعني لما تلعب مع واحد حافظ لعبك أنت هنا راح تلعب بضغط، خصمك راح يكون عارف انت ايش بتسوي، يعني لازم تخترع اشياء جديده ممكن انه انت صعب انك تسويها مثلا بمباراه تعتبر مفصليه بالنسبه لك ومؤهله لك للادوار النهائيه. مباراه جدا صعبه على عادل وعلى غير المتوقع وعلى غير المحتمل. الاشياء اللي احنا توقعناها، انا كنت صراحه متوقع انه يكون في اكتساح من جهه عادل، لكن يجي الرابع عكس. يجي الرابع خالد، يجي الرابع لو صارت اربعه ثقيله، لو صارت اربعه ثقيله ما سجلها، ما سجلها عشان 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 ولد عمه. عشان ولد عمه وفضل. لا والله ما تفرق. لا والله. لا والله خالد، لا والله ما الظاهر انه ما فيها هذه، عاد تسجل مباراة مسجلة وبث مباشر يا خالد، تبقى في الذاكرة هذه بينهم. عاد المشكلة دحين دحمن زي ما شفنا من ناحية الريكورد، عادل متفوق على عبد الرحمن، فحرفيا الان عبد الرحمن بيقول خلي تفوقك لك، فوز عليه قد ما تقدر، انا هزمتك البطولة، طلعتك من البطولة. تقليص اتوقع خلاص مباراة انتهت، لكن لا هذه بعد ضاعت يا خالد. خلاص يعني خلاص يعني مباراة انتهت وما عاد خالد لو تسجلت هذه وتسجل الهدف اللي كان في كرة ضايعة كان شفناها تعادل الان. صحيح، يعني ولو انت لو صارت مثلا 2-2 كان ممكن انه عبد الرحمن ما يسجل هدف ثالث. ف الف 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 مبروك لعبد الرحمن العنزي السمي في هذه المباراة، ونقول هارد لك عادل، أمتعت وأبدعت طيلة المباريات اللي كانت اليوم، لكن للأسف جاخ ضدك الخصم اللي ما كنت يمكن تتمنى أنه يكون ضدك. نقول مبروك لك عبد الرحمن، هارد لك عادل، وصارت 46 فوز مقابل 56 لعادل. مباراة جدا جدا ممتعة دوم، أتوقع أنك استمتعت أكثر خلف الشاشة حقيقة الصراحة. الآن نعود للآن الاستوديو، أنا عندي كلام بقوله يعني على عكس التوقعات. أنا أيضا الصراحة كنت متوقع عادل بحكم الريكورد، بحكم النتيجة، بحكم الأداء، حتى خالد العوفي قال لنا ما شاء الله تبارك الله ممكن يكون لاعب مصنف، لكن المباراة لا تحتكم للظروف على زي ما تفضلتم.
اعتقد بحكم انهم لعبوا كثير كان فاهم اسلوب اللعب، واعتقد الان عادل مستفز لاقصى حد على تلك الفرصه الضايعه. الله يعينه. بس نقول الف مبروك. الله يعينه. فائز واحد، فائز واحد فقط في المجموعه في النهايه، سواء هو او ولد عمه. انا اعتقد الحل الامثل انه كانوا اذا واحد فيهم فاز بالجائزه يقتسمونها، هذا الحل الامثل كان. ما راحت الغريب بالنهايه، راحت الولد عمه. ما اتوقع ان شاء الله انه بيزعل كثير. اعتقد الدعم راح يكون متبادل بين اولاد العم. الف مبروك عبد الرحمن، هارد لك عادل عنزي. صراحة اليوم نهائي ممتع، من أمتع النهايات اللي شفناها صراحة. مباراة تقريبا متكافئة، هجمات كثيرة، هجمة ضايعة غريبة، هذه لو انعادت مليون مرة مو 100 مرة يا دحمي أعتقد ما راح تضيع. ما أعرف كيف ضاعت فعلا، كنت على الأعصاب. لكن نقول للمرة المليون ألف مبروك عبد الرحمن، هارد لك عادل. الآن الفقرة المنتظرة، الفقرة ينتظروها الشباب طبعا بعد الحماس وبعد مشاهدة المباراة، فقرة السحب. لكن طبعا لازم نروح فاصل الخمس دقائق منها نضبط السحب باذن الله، ونعرض اعلان خفيف لطيف بسرعه. ما راح اتحرك من المكان، والشباب ما راح يتحركوا، خليكم موجودين. ابدا اكتب الاجابات من الان، خمس دقائق ونرجع لكم. وبي رايت باك.
وعدنا لكم مجددا أعزائي المشاهدين في اليوم الأخير من التصفيات المؤهلة للنهائيات في بطولة MG Vertex Series Foot Champion فيفا 21 Foot Champion. طبعا البارت اللي يحبه الجميع الآن بارت $50. السؤال يقول، نروح للسؤال بسرعة عشان الكل يكتب الإجابة، ونذكر بسؤال المرة الأخيرة اللي ما شاف السؤال. السؤال يقول، لحتى الآن ترى الشباب ما يعرف الإجابة، لحتى الآن خالد ودحمي ما يعرف الإجابة، لذلك ما في تسريب، هم ما يعرف الإجابة، فالشباب اعتمدوا عادي شوفوا. يعني هو باليومين اللي راح كان الخيار الثالث، ما ادري بتغيرون اليوم ولا ما ادري صراحه. انا ما اعرف، خالد دخل وسوى سكان الصراحه، انا كاني شفت بندروزا يعني. اوه بندر بندر بندر، حسابك معايا بعدين يا بندر. الان السؤال يقول، احد المميزات المتوفره في سيارات ام جي 5 هي امكانيه توصيل الهواتف الذكيه بالسياره من خلال واحد ابل كار بلاي، اثنين اندرويد اوتو، ثلاثه ابل كار بلاي واندرويد اوتو. ما راح اقول لكم سو سكان، لكن راح اقول لكم يعني تتوقع ام جي ضبطوكم بشكل مره كبير. تتوقع السياره ايش راح تسوي؟ اعتقد راح تكون جميع ما سبق. يعني اليوم انا بخلي التسريب لنفسي. نعود الان الى شاشه اختيار الفائزين. اتوقع الشباب جاهزين، الكل يكتب رقم الاجابه. طبعا هذه واحده من الاشياء اللي انتم راح تشوفوا منها الاجابه الان، الكل يكتب رقم الاجابه ونشوف مين سعيد الحظ اللي راح يفوز اليوم معانا. أربعة eligible users already. يا رب أفوز. Mods allowed. كل المشاركين، كل الموجودين في البث اليوم مسموح لهم التواجد. أتمنى واحد من المودات الصراحة يفوز، يعني يعطيهم العافية، أدونا أداء جبار لمدة 10 أيام في هذه البطولة، فأتمنى أحد المودات يفوز. ويلا شباب الكل الآن يكتب رقم الإجابة، علامة تعجب الصراحة. البارت اللي أحبه دائما في البث، البارت اللي يكون فيه التفاعل الأكبر. already صلاة عنا بـ 34 eligible user، يعني الكل اعتقد اللي في البث. اعتقد نقدر نبدا خلاص، ما يحتاج تايمر. 36 37 نشوف من الفايز. 1 2 3 والفايز ياسر دي جي. 1,000,000 مبروك ياسر، احد المودات. 1,000,000 مبروك. 1,000,000 مبروك. طبعا ياسر احد المودات، احد المنظمين في البطوله، يعني يستاهل هذا. ياسر الكل يضحك، شوف هذا واحد من المنظمين، واحد من المودات المتواجدين معنا. 1,000,000,000 مبروك ياسر، صراحه تستاهل على الاداء الجبار في تنظيم البطوله. يعطيكم العافيه جميعا كل من تواجد في الشات. ما راح اقول لك تواصل مع كومودو لانه انت تعرف الهرجه دايركت. ويعطيك العافيه ياسر. الان نعود الى شاشة الاستديو التحليلي عشان نقول الكلمة الختامية. طبعا يا شباب يعطيكم العافية، كل من شارك في البطولة، سواء بطولة كود أو بطولة فيفا، كل من شارك في البث، كل من تواجد معنا، كل من أعطانا كومنت، كل من أعطانا دعم، يعطيكم العافية. أنا عبد الرحمن أعطيكم يعني الشكر من قلبي، من أعمق نقطة في قلبي، شكرا لكم على التواجد. يعني أنتم سبب تواجد فيرتكس، وبإذن الله فيرتكس أكبر وأكبر. الآن أسيب المايك عند دحمي وعند خالد، يعطونا كلمة قبل النهائي المنتظر بكرة. أبد والله يا دوم، أنا أقول إنه بكرة إن شاء الله منتظرنا أو منتظرتنا ملحمة كروية كبيرة. راح نتكلم عن اللي شفناه في خلال الأربع أيام اللي راحت، كلهم راح يلتقون في مباريات بكرة. راح تكون عندنا إن شاء الله عدة مباريات نارية، بيكون عندنا نهائي فيه ذهاب وياب. يعني حرفيا بكرة يوم جدا جدا ناري. شكرا لكل اللي كانوا متواجدين اليوم في البث، شكرا لك انت دوم، شكرا خالد، شكرا للشباب اللي خلف الكواليس. لأمانة بطولة ممتعة جدا جدا، ان شاء الله تكون نهايتها كما بدأناها ممتعة. خلص مرحلة التصفيات، خلصت مرحلة الانسحابات، خلص الطريق السهل، خلاص الموجودين حاليا كلهم طحن طحن بطحن، ما عاد فيه مباريات سهلة. كل المتواجدين على مستويات عالية، بكرة راح يكون يوم أسطوري، يوم أسطوري، يوم النهايات، اليوم اللي راح نتوج فيه البطل. استمتعت معكم اليوم، استمتعت معكم أمس عبد الرحمن ودحمي. مشاهدين إن شاء الله أنكم استمتعتوا، نستنى بكرة، بكرة اللي حيكون مولع بإذن الله بإذن الله. ونحن استمتعنا معكم الصراحة. خالد دحمي ماكس أعطيكم العافية. أنا أحب أشكر كل المشاركين، كل الواصلين للنهائي. بكرة نعطيكم مين اللي وصل، ذكر الأسماء، ولو أنه ما راح نقدر نأخذ إلا سيمي فاينل أيضا بكرة في النهائي. وطبعا تذكير بنظام البطولة، بكرة النهائي فقط، وتحديد المركز الثالث والرابع راح يكون بنظام الذهاب والإياب، الباقي راح تكون من مباراة واحدة. أتمنى كل المشاركين، طبعا راح يوصل لكم تحديث في الجروب النهائي. طبعا إلى هنا يا شباب أعتقد وصلنا إلى اليوم ما قبل الأخير في بطولة فيفا. أنا استمتعت جدا جدا جدا، أحب أبارك اليوم اللي كان معنا في البث، عريس البث اليوم عبد الرحمن العنزي. 1,000,000 مبروك وصولك للنهايات، و1,000,000 مبروك لكل الواصلين الصراحة. 1,000,000 مبروك لكل الفائزين معنا، 1,000,000 مبروك لكل اللي شاركوا. طبعا أذكركم يا شباب، فرصة أخيرة بعد بكرة سحب السيارة، سيارة أهم شيء في البطولة أعتقد، يعني كل الناس راح تشارك فيها. 52,000 ريال تقريبا أعلى من جوائز البطولة مجتمعة.
ويا شباب الكل يشارك في سحب السيارة. أتمنى كوموندو يعطينا رابط تويتر للمرة الأخيرة قبل ما نروح. إلى هنا أعتقد تنتهي رحلتنا اليوم، اليوم ما قبل الأخير صراحة. للأسف الواحد ما وده يقطع البطولات هذه، لكن كل شيء له نهاية، وغدا نصل إلى نهاية هذه البطولة. يعطيكم العافية جميعا. إلى هنا تنتهي رحلتنا، وأنا استودعكم الله، نراكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد أو قبلها بساعة، إما 11 أو 12 بإذن الله، على حسب متى تنتهي المباريات ويبدأ السيمي فاينل. نقول لكم مع السلامة و good night، وإلى اللقاء في أمان الكريم.